احنا ما عدنا، ما متمكنين، احنا فقدنا اموالنا واولادنا، لا راتب لا مساعده. حتى بقى يقولون الفاروق ملك مساعدات، خلي يجون يفتلون على البيوت، ليش يقفون بالشارع؟ يا عيني انا بيتي مسكتوا المنظمه، وهاي البيوت هاي الحوجي كلها، وهاي شهرين من مسكوا بيتي، يجون يعملوا لي حائط يروحون. زعل ابو المنظمه معاي، يا ابو الباب 29 نقب بينه بدلوا لي، يقول هذا ما مسجل، يا ابو هذا الباب ما لودا هذا ما مسجل، لكن اشنو المسجل؟ كله ما من اكل من حصل ومن تهنى وارتاح. انا هوني ومسكت وحدي مغا من المنظمه، قلت له امي روحي اطلعي، هاي فلوس حرام على تاكلوها، مالتنا دم اولادنا، دم شبابنا، دم نحن عافيتنا. لسه عندي فطر بالجمجمه، بالجمجمه عندي شظيه، والله لو ما اقرا قران فلا اطيب، والله الاطباء ما تطيبني، لكن عيني بعين الله. ابوي بيت ابني اشتعل وعوضونه 4 ملايين، عطونه 2 مليون بيته فقد مره صار فحم، يعني ما سيفوق هناك المليونين، يعطونه 4 ملايين هي مكتوب، ودحق الشارع مالنا، بيوتنا، اسخامنا، بيت ما لو خافنا ما يعملوا لي هو، يعني ما يصير هكذا، دحق الشارع اشحاله، ما يصير هكذا، خلي يمشي. العالم ما عاد ترجع، والله هذا بيت ابني ما يرجع من برضه يعملوا له هو. هذا الحفريات كله يحفرون ويظل شهر شهرين. سووا بيتك بدك تضره؟ اي مخرب الحويرة. لا لا ما سووه. على حسابنا نسوي. نعم. راح تراجعهم؟ اي راجعنا، ما يجون ايه نجي يجون يضحكون يطلعون يروحون. توجه تعال هاي المواد الغذائيه ما قاعد يجي بتاتا، هاي صار له شهرين ثلاثه ما استلمنا طحين. والله كل شيء ماكو، كله بوق ونهيبه، وما يخافوا من الله، وعايشون يكتبون ده هاي مشمولي هاي ما مشمولي، لكن قاعدين بالخيام احسن لنا، لا بس بجريه احسن من هنا. يعني منظمات عاد تجيكم؟ عاد تجيها منظمات، بس المقاولين الحراميه اللي عاد يمسكوها هي. هذا شو تجي الحكومة؟ احنا على بيوتنا ما عندنا، قاعدين بالسراجيب، المطر تمطر علينا، وتجي على رحمتهم يعمل لك يعمل ساغه يلغيها، يعمل لك صبه يجيب لك بدل 10 دنابر يجيب لك 3 دنابر، هسه تكوننا مع المقاول، يخلي ما بكيف يكمل المنظمه، لكن المنظمه ليش؟ ما ياخذون سندات ما انه ياخذون ربع عذابي ما ليش؟ ليش؟ ياخذون فلوس بهم الدول عاد تنطي ما يلطون.